معناها جيشنا جنودنا رايحين كمرتزقة، ما عندهمش قضية، ما عندهمش قضية. صحيح كما قلت لكم رايحين يديرونا قضية سريعة الآن، يقول لك جانا الإرهاب وذبحونا 30 عسكري أو 30 مدني، لكن في الحقيقة هم عارفين بلي هذا كذب، والجزائريين الآن يعرفوا هذا الموضوع، والحمد لله الناس راهي ترفع فيه في كل مدن في كل الشعارات، ما ترسلوش أولادنا المالي إلى آخره، ورفعوها مؤخرا في 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 موريال، في باريس، في جنيف، في عدة مدن حتى في الخارج. فالناس خلاص الأمور هذه ولات استابليشت، ولات واضحة. لكن هذا لعب بأمن البلاد، إضافة إلى قتل الجزائريين اللي رايح ما على بالوش وين رايح، تيراير قتال ما على بالوش، ممكن يجيبوه في نعش أو نامن حيدوه أو من حيحينيه، أو هذا راك رايح تقتل وتموت. هذا ولذلك مازال نعاودو نرجعو لهذا الموضوع، يا هذا مش راح نحبسو فيه، وكل مرة نزيد لكم التفاصيل والمعلومات الإضافية إلى آخره. اتصلوا بيا بعض خاوتنا وكل مرة يسألوا يقولوا لي والله غير على الموضوع هذا اللي قتلوك. مرحبا بالموت، مرحبا بالموت إذا جاءت. والله لن نتراجع على قول الحق وعلى الدفاع على هذا الشعب وعلى هذه البلاد، ولو كان التكلفة هو رحيلنا من هذه الدنيا. الحمد لله كاين ملايين الجزائريين الأحرار وملايين الجزائريين الحراير، الناس كلها راهي في المعركة، وكي يغيب فلان أو علان لن يؤثر، لن يؤثر، ستستمر معركة الجزائريين مع المجرمين اللي يسموا جزائريين ولكنهم خونة ومجرمين.